شقاق نادي الاهلي من داخل اتوبيس النادي الاهلي، مع نجمين من نجوم النادي الاهلي صالح جمعه معلم وسط النادي الاهلي. مليون مبروك يا صالح، عملت اسيست عالمي النهارده وجول ولا اروع، خلصت النهارده دوري. مليون مبروك النهارده، الرقم رقم 41 في تاريخ النادي الاهلي. طبعا مش عاجبه الاسيست. طبعا استنى يا ابني عشان اتكلم يا ابني، استنى. طبعا يمكن اول حاجه مبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك للعيبه الرجاله دي، بحبوك قوي، اللي استحملوا طول السنه. طبعا بتكلم بمنتهى الامانه، اللعيبه كانت رجاله على مدار موسم. اتعرضنا السنه دي يمكن لمشاكل كتيره جدا ما تعرضناش خلال السنين اللي فاتت، لكن الحمد لله لعيبه رجاله. مبروك للجهاز الفني، مبروك للجهاز الطبي، مبروك للجهاز الاداري، للعيبه الرجاله، ومبروك لجمهور النادي الاهلي اللي وقف في ظهرنا على الرغم من الخروج من افريقيا، لكن نادوا على اللعيبه هنا وطالبوا بالدوري، وهو ده اللي احنا تعودنا عليه. مبروك لجمهور النادي الاهلي الدوري 41، وان شاء الله باذن الله نوعده من الموسم الجاي هيبقى مختلف ان شاء الله، ومزيد من بطولات باذن الله.